شادي كان فعلا محتاج حد يتكلم معاه، وعليا جات له في الوقت المناسب وحكى لها عن كل حاجه، عن اول مره قال لفرح انه بيحبها، ولما عرض عليها الجواز ورفضت، وكان شكلي وحش جدا جدا. شادي حكى لها كمان عن لما قابل مامته وعن صدمته فيها. خدت فلوس من بابا عشان ما تشوفنيش تاني. طب بص انا هقول لك على حاجه، مش عارفه المفروض اقولها ولا لا، بس انا اصلا بقى مامتك دي من الاول كده انا ما بحبهاش. وشادي كمان حكى لها عن اليوم اللي ساب فيه فرح. لو كنت فضلت معاها عليا كنت هخسر كل حاجه، كنت هخسرها وهخسر الاوتيل، وانا ما اقدرش اعمل كده. طيب بص يا شادي، بما اننا بنتكلم بصراحه قوي اهو، خليني اقول لك ان انت سبت فرح علشان خايف ان هي اللي تسيبك، زي ما حصل مع مامتك بالظبط. يا صدقيني انا عملت كده عشان الاوتيل، وفي الاول وفي الاخر ده مستقبل ابني. لنفرض ان بعد سنين من دلوقتي والاوتيل شغال كويس جدا وابنك كبر وكل حاجه في الدنيا تمام، شايف نفسك مبسوط وانت من غير فرح؟ معرفش، ممكن. وبعدين لما الاوتيل يقف على رجله وشغل يرجع كويس زي الاول، مين عارف ممكن نرجع لبعض تاني. طيب ومين بقى اللي قالك ان بعد ما كل ده يحصل فرح دي هتبقى قاعده كده مستنياك؟